الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن تذبذب أسعار صرف الدولار يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخاصة مع زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي. وقال العطواني إن زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي تخلق حالة من عدم الاستقرار، وشدد على أن استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للحكومة عليها مواجهتها. ربط مدير ديوان الرقابة المالية صلاح نوري العلاقة بين ارتفاع أسعار صرف الدولار بحصر عمليات بيعه للمسافرين في المطار، وذكر نوري أن أسباب ارتفاع سعر الدولار حالياً من المرجح حصر بيع الدولار للمسافرين في المطار الذي كان في المصارف خارج المطار استناداً إلى جواز السفر وبطاقة السفر الذي يفسح المجال للحصول على مبلغ السفر ولم يسافر، مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية للحوالة الخارجية ما زالت مستمرة من قبل البنك المركزي ولم تستقر، ما جعل التجار المستوردين مترددين. أعلن البنك المركزي في وثيقة رسمية عن فرض الوصاية على مصرف زين العراق الإسلامي، وأوضح في الوثيقة أن قرار مجلس إدارة البنك المرقم ب 165 لسنة 2024 صدر استنادا لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي، وقد تم تعيين جلال عبد الله سلمان وصيا على المصرف وفقا لأحكام المادة 60 من نفس القانون، وتخول له الصلاحيات المحددة بموجب هذا القرار. عادت لجنة النفط والغاز النيابية مشروع قانون النفط والغاز للحكومة، وتنتظر إرجاعه إلى مجلس النواب بعد تعديل فقرات فيه والوصول إلى توافقات سياسية بشأنه. وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي إن قانون النفط والغاز حالياً خارج أروقة مجلس النواب بعد إرجاعه إلى الحكومة، منوهاً بأن اللجنة تدرس القانون بشكل تفصيلي لتحقيق الاتفاق السياسي، وبيّن أن على الحكومة أن تعمل على تعديل وإضافة فقرات جديدة في القانون تواكب التطور الهائل في ميدان النفط العالمي، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، موضحاً أن الخلافات السياسية لا تزال موجودة ولهذا لم يتم التصويت عليه. أكد خبراء اقتصاديون تسجيل تعافي تدريجي لسوق العقارات في كردستان العراق بعد انحدار شهده هذا القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الأزمات الاقتصادية في كردستان العراق. وقال الخبراء إن صرف الرواتب خلال العام الحالي وبأوقات تقريب الموظفين وباقي الصنوف الأمنية والمتعاقدين أدى إلى انتعاش سوق العقارات الذي أصابه الركود التام خلال العامين الماضيين. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.